الله يحفظ ديرتي ويحفظ أميري يا رب العالمين، ودائما تظل في أمن وأمان. استخدام كرسي السيارة لطفلك ليس مجرد رفاهية بقدر ما يشير إلى اهتمامك بسلامته أثناء القيادة، ويعتبر كرسي سيارة الأطفال من مستلزمات الطفل الضرورية اللي يجب اقتنائها منذ ولادة الطفل. فما هي أهمية هذا الكرسي وكيف يجب استخدامه وشنهي أنواعه؟ حتى نعرف هذه الإجابات على هذه التساؤلات يسعدنا لكون معنا هبة العالي، رئيسة جمعية بيرث كويت واختصاصية عناية بالمولود الجديد، ولكن بعد هذا التقرير. حياك الله هبة، شرفتينا في صباح الخير كويت. شكرا على استضافتكم مع أسبوع المرور، شيء حلو طيب. أكيد يا حياك الله، وفعلا حياتك أمانة وفعلا حياة أطفالنا كذلك أمانة. إن اليوم راح نحكي عن الطفل وشو ممكن يقعد في السيارة، خاصة إن السيارة باتت وحدة نقل جدا صعبة في هذه الأيام وخطرة كذلك، فبالتالي نحتاج إلى حفظ أطفالنا بالسيارة أثناء القيادة، شو نحافظ عليهم؟ والله أهم شيء أول شيء نعرف، للأسف كأول شيء إحصائيات حوادث السيارة للأسف هي ثلث وفيات العالم، والكويت وصلت ثالثة عالميا للأسف على حوادث السيارات المميتة، منها 8% أطفال ما بين سنة شهر إلى 10 سنوات، فهذا هو الوقت الحرج. صحيح. وايد أمهات يقولونها، وإحنا كنا نركب من غير كرسي سيارة. صادقة. بس إحنا دائما ننظر لطرق السلامة الجديدة. يعني الواحد ما راح يشتري سيارة من غير الأجهزة الهوائية اللي هو الإيرباكس. لا يمكن راح تشتريها، راح تطلبين فيها وتطالبين فيها. فنفس الشيء كرسي سيارة. في بعض المستشفيات في الدول الأوروبية ما تطلع الياهل إلا إذا أنت مركبة كرسي سيارة في السيارة. ويتأكدون من سلامة تركيبها اللي احنا اليوم إن شاء الله معاكم راح نوريكم. أكيد هذا يرنا السؤال لأهمية وضع كرسي السيارة. يمكن قاعد نشوف معانا أنواع لكراسي السيارة اللي موجودة الحين في الاستوديو. لو نتكلم عن هذه الأنواع هبة، أنا قاعد أشوف لي المواليد الصغار، في شوي لأكبر لسنة وسنتين. فخلنا نحكي عنهم أكثر. هذا الكرسي اللي معانا اليوم هني هذا هو اللي للمواليد الاطفال، يسمونه انفنت كارير، لانك تقدرين تشيلين الياهل اذا حطيتيه، واذا هو نايم ما تبين تضايقينه تقدرين تشيلينه. حلو. الحين اجدد انواع الكراسي تي بيسمونه هذا ايزوفيكس، تشوفين هذه الحديده. صح. تركب على طول هي في شاصي السياره. حلو. فما في داعي تحطين حزام، تقولي انا ما اعرف شلون احط الحزام. وفيها بس من الصوب الثاني يسمونهم انديكيترز، الوان خضر، من صحيح. يركب السياره صح، تركب ركبين كرسي السياره صح، يصير حلو. اخضر، فتعرفين ركبت السياره صح. حلو. واللي حلو فيها مميز ان هذه لها قاعده. فما في داعي كل ساعه ثانيه تفكرين بركب او ان ركبتها صح، فمن تركبين القاعده تقدرين بس تركبين عليها كرسي السياره وان شاء الله الطفل يكون امان. حلو. اهم نقطه ان هذه الوضعيه يسمونها وضعيه اللي هي مشاهده للخلف، فكرسي السياره من هني وبعدين هذه راكبه. ايجابي القفه الكرسي. ايجابي ظهر الكرسي. حلو. هذه امن طريقه للطفل لغايه تقريبا الحين احدث الدراسات 4 سنين. وايد ناس يقولون بس شلون، طبعا مو هاي الكرسي. صح. ينتقل شلون ينتقل؟ هذه بعد نقطة مهمة. الياهل مو لما يكمل سنة، لازم 3 أشياء تتوافق مع بعض قبل ما تنقلين الياهل للكرسي اللي وراه. شنو هذه الـ3 أشياء؟ الـ3 أشياء. وزن الطفل أول شيء، فهذه مثلا كرسي، كل كرسي سيارة فيها إرشادات من هني أو إرشادات من هني تقول الوزن، وبعدين العمر، فلازم مثلا يكون عمره 12 شهر الى 13 شهر اللي هو سنه وشوي. حلو. الوزن تقريبا يكون اعتقد 9 كيلو او 10 كيلو على هذه، زائد انه هو راس، الحين شوفي هو راس الياهل اول ما ينولد لها دعامه حق الرقبه اللي هي هذه. حلو. صح. لما يكبر شوي راح تشيلين هذه الدعامه، بس هو للحين على هذا الكرسي، يعني من يطوف 3 أشهر رقبته تصير يعني ثابته. تروحين شوي لما هو يكبر، لما يوصل راس الياهل لين الطرف وتشوفينها كذي صار وقت انك تنقلينه. ما لك خص بالريول، وايد ناس يقول بس ريله متشفسه، هذه مو مهم، اهم شيء لان احنا قاعدين نحاول نحمي العمود الفقري للطفل. بالضبط. فطالما يعني هو راكب الراس شلون ممكن يكون انه يصعد فوق حد الكرسي؟ هذا هو هذا هو. بعدين ما يركب مع المهاد، فلازم الواحد يفسخ المهاد كذي. أوكي. حتى وهو مولود صغير. وبعدين تركبين، يعني شوفي حتى هم مسوينها بطريقه وايد سهله وسلسه. ترفعين هذول على الجنب الحزم. أوكي. وهذا الحزام. وبعدين تاخذين الياهل. حلو. وتركبينه. اوكي.
تتاكدين انه ولا شيء من الاحزمه هو في طريق يعني الحزام، وتحطين الحزام بهذه الطريقه. بهاي الطريقه هذول مهمين عشان الحزام ما ياذي الياهل، ما يحز رقبته، ما يحز رقبته، وبعدين ما تكبس حيلها مبطنه. حلو. وبعدين يركب. ايوه اوكي. ولازم تشدينه زين. الحين هذه بعد نقطه مهمه، لما حلو. الواحد يشد الـ حتى يحكم امان الطفل اكثر. شوفي الحين هذه وسيع بس لان الارتفاع مو صحيح، هذه الحين وسيع. لازم ما تكون هذه مثنيه. حلو. اوكي. يعني ما تصير هالكثر، طالما صبعين يدخلون معناته انه وسيع. اي بالضبط، يعني لازم بين صبع صبع ونص، فلازم تصير كذي تقريبا حتى تحكم الطفل اكثر. تحكم الطفل الظاهر هو بس لان اي شوفي ممكن هني التحكمين في التحكم على هذا. عقب ما تخلصين تمهدينه عشان ايدينا تتم داخل. حلو. حتى لما بالشتاء ما يصير يركب الكرسي لابس الجاكيت اللي هو الكبير. أيه. لان عقب الحزام ما يشتغل صح. صح. أوكي. يعني تشيل جاكيته، تشيل الجاكيت، يكون لابس سوتر خفيف. حلو. يركب على كرسي السياره يقعد، ممكن تحطين الجاكيت بالمقلوب عشان تدفينه. حلو. افضل من تدفئه السياره. حلو. يعني في كل كرسي له طرق ارشادات معينه. أيه. ممكن انها تستخدم، ولابد ان ينظرون له الامهات انه ينشال السويتر او ينشال المهاد حتى تتركب الحزمه بشكل صحيح. جدا ضروري. عقب ما يخلص من هذه الطفل من عمر يوم، يعني من اول ما يطلع من المستشفى. حلو. بالسلامه يركب فيها، يكمل الثلاث اشياء اللي احنا قلنا، الوزن والعمر والطول. والطول. انزين ينتقل للكرسي اللي هو هني. إيه؟ هذا الكرسي الثاني بوست هاي باك بوستر، هذه تادلر سيت اللي هو في منها الحين تنباع، يركب هم مشاهد للخلف. حلو. افضل لغايه 4 سنين، اذا الواحد ما يقدر يشتري اللي هو فورورد فيسنج مشاهد للامام. حلو. وهم هذه فيها الايزوفيكس. حلو. في نوع بالحزام بس الاسهل مثل ما شرحنا الايزوفيكس. احسن من الحزام. احسن من بشكل اثبت يعني. اثبت ولها ماده تبين من هناك، لها ريل، فهي تثبت كذي في شاصي السياره. حلو. ومن الصوب الثاني فيها ريل عشان انها تثبت، فلما يصير لا سمح الله دعمه ان الكرسي تدعم يعني ما تتحرك. أي. لانها ثابته على الارض. حلو. عقب ما الياهل يكمل تقريبا 3 سنين على حسب مره ثانيه الوزن والطول، 3 سنين ونص ينتقل الى كرسي ثاني، هذا يسمونه هاي باك بوستر، وللحين فيها خمس نقاط للامان. حلو. مثل ما هني مو مبينه بس خليني اشرح لك اياها على هني. حلو. هذه نقطتين، 1 و2. حلو. هذه الثالثه. وهني في الكرسي اللي هناك في 2 ثانيه، فهذول 5. أيه. فيتم فيهم لغايه ما يوصل تقريبا عمره 6 ونص، يمكن 5 بعد مع العمر والطول والوزن. حلو. دائما نبي ناخذ اقصى الحد. اقصى الحد حق وزن السياره، يعني وايد ناس يقولون لا بس ريله طويله. لا صار عمره سنه، صار ريال. أيه. شنو الاهم؟ سلامه الغلط. الطفل طبعا ولا فينتقل حق هذه. هذه ميزتها هذا النوع من كرسي السياره. عقب ما يكبر على الحزام اللي هو الفايف بوينت هارنس ينتقل لحزام عادي بس يسمونه هاي باك بوستر عشان هم يدعم الظهر. حلو. متى نشيل عن هذه ونستخدم بس يسمونها بوستر الثاني اللي شكله شنو سبايدر مان هنا اليوم؟ اي بالضبط. نستخدمه لما يكون الياهل تقريبا 8 سنين الى 12 سنه. خلاص هذه وصل مرحله انه هو ريال اللي يبون يقولون او صحيح. بنيه مره. بس لازم تحطها لان هي تقود الحزام للمنظر الصحيح مثل ما كان نشوف في الرسمه هذه. بالضبط. الفرق بين الصورتين هذا اللي احنا متعارف عليها نشوفها في الكويت للاسف. شوفي حز الحزام جاي على الرقبه زائد. ايه. لا سمح الله اذا صار في دعمه راح ياثر على الطحال. صحيح. الطفل عند المعده هني تضمنين ان لا سمح الله كنتي في دعمه اكثر شيء بيحطون لها ضماد وكان الله غفور. ايه. رحيم. الله الحافظ يا رب. الله يعني الحافظ. هذه الصوره اللي تبين لكم الصحيح وين لعيالكم. هو عموما حز الحزام هني هذا بروحه يقص قص يعني يشيلونه واللي. أيه. هو ازفت يحطونه ورا ظهرهم. أيه. وما في اي شيء يحميهم من هني فلا سمح الله في الدعمه تصير اكثر شيء على الطحال وعلى المعده. يعني هذه الامور الارشاديه ضروريه، الناس كثير تتجاهل هذه الشغلات لكنها ضروريه وهي بالتعود هبه ها؟ من بدايه الام شلون يبكي الياهل. حرام شلون. انزين اذا هو تعود على شيء من اليوم الاول لا يمكن هو راح يقول ان انا هذا الشيء ضايقني. أيه. انا الحمد لله مع عيالي عندي
في كل سياره ست كامل حق الاهال على حسب عمرهم، فعندي ست كراسي شخصيا. ما حد يركب معك الا عيالك. هم اصلا ما يحبوا يركبون من غير كرسي السياره، هم يحسون بامان، زائد الكرسي خاصه هذا يرفعهم فيقدرون يشوفون. صحيح. من غيره لازم تمسكينه وهذا خطر عليك وعلى الياهل. بالضبط. وايد ناس يقولون زين شلون اعرف شلون اشتري كرسي السياره؟ بالضبط، هذه يمكن ازمه الكثيرين، او تقول لك مثلا بالنسبه لميزانيتي انا كل عمر بروح اخذ كرسي. إيه؟ ممكن تاخذ كرسي واحد وممكن يكفي معاها في اوكي حلوه. احنا بنتكلم في هالناحيه من شنو حسب ميزانيه الاسره مثلا، زائد هنا تجيب كم ياهل. ياهل واحد خلاص صرفي عليه واحد، او ما في داعي لانه ما راح تستخدم مره ثانيه. صح. اذا عندك راح ناويه تبي اثنين ثلاثه مثل ما قلنا، هذا من عمره سنه سنه ونص يروح ينتقل اللي وراه. أيوه. الياهل اللي وراه يقدر يستخدمه. صح. في جزئيه ثانيه مهمه، لكل كرسي سياره في تاريخ صلاحيه. انزين ناس يقولون بس ليش كاهو بلاستيك وزين. الاشياء اللي داخل يعني اذا ممكن تفتش تصير ما تعطي فائدتها. داخل ما يبين هني، بس داخل هني اكو فلين. نفس الخوذه. صح. الخوذه هم لها تاريخ انتهاء. الفلين ييبس مع العمر الحراره، فمن ييبس لا سمح الله في دعمه ما راح يقدر يعطيك الحمايه. اوكي. زائد واحده تقول زين بستلف من اختي. انت ما تعرفين شلون اختك او صديقتك او زميلتك قاعده تخزن الكرسي السياره. صحيح. تخزنه في المخزن الخارجي في هالحراره مالت الكويت بالصيف الحين. صحيح. او ما تدرين هي سمح الله كانت في دعمه. شلون ممكن اذا كانت في دعمه لازم ابدا خلاص علي. من يكون في دعمه الكرسي خلاص تقول له مع السلامه، تشترين واحد جديد عشان هو الميكانيكي اللي داخل خلاص. صحيح. تاثرت. انا بروح معك للصوره بس بسالك تالي شلون ممكن يخزنون الكرسي بطريقه صحيحه. خلينا نشوف هذه الصوره. هذه الصوره تبين لك وين الواحد يشوف، عشان مثلا انت ما تعرفين تاريخ الصلاحيه. مكتوب مني دو نوت يوز افتر ديسمبر 2007، هذا الحين تاريخ النهاء. خلاص. خلينا نقول انت ما يبين، هذه محكوكه وما تبين رقم السيريال نمبر. ممكن تدقين انت او على الانترنت تدخلينه على جوجل وهو يطلع لك كل المعلومات. لا سمح الله حتى صار في يسمونه ريكول طلب. أيه. انه اخترب الكرسي في شيء غلط في الاصدار او الانتاج. تقولين بالسيريال نمبر وتطلعينه. حلو. وهذا عاده يا يكون من تحت الكرسي او الجانب، فيدورون شويه. بالضبط. اللي مهتم يدور ويسعى دائما انه يوفر دائما الشيء الصحيح لعياله. برد اسالك مره ثانيه هبه، شلون ممكن انا اخزن الكرسي مثلا الحين يابت البيبي وبعد ثلاث سنين يابت بيبي اخر. أيوة. بستخدم نفس الكرسي. أيوة. شلون انا احافظ عليه واحطه وين بالضبط حتى احافظ على كل صلاحياته؟ هو مشكوره على السؤال، هاي وايد مهم. اهم شيء مثل ما الواحد يخزن ملابسه عقب ما يعني احنا مثلا اعتمد اول شيء النظافه. كل تقريبا شهر تنزلين الكرسي تنظفين، لما يبدا الياهل يكبر كم عمره 6 شهور. صحيح. يمكن ياكل فيه، تتخزن اشياء هني ولا هناك، ممكن تاثر على الحزام فعاليته. فكل شهر تروحين تشيلين كل هالاشياء، هاي كلها تقدر تتغسل، هذه ميزتهم. فتشيلينهم تتغسل تنشف عدل، تردين تركبينهم، خلصتي من استخدامه تروحين تشيسينه تحطين فيه النفتالين اللي انت تبين عشان تحافظين عليه. صح. ولازم يكون في درجه حراره مو عاليه، فما يكون مخزن خارجي. اذا مخزن مكيف افضل. واذا عندك بعد ارفف فينحط على الرف، وحتى حق شيلته سهل لان هذا ثقيل مع القاعده. صح. قاعده اشوف مبين لان كله حديد. إيه؟ ووايد هذا سهل، يعني وايد ناس يقولون منو بيشيل لي اياه؟ منو بيركب لي اياه؟ انا كل اللي في البيت يعرفون يركبونه. صحيح. يعني من الخادم السائق وانا والهذا اعتقد، بس يمكن من غير اي لما تنس بروحها ترى سهله. هذه اسهل وحده، هاي كل من يستخدمها. بالضبط. بس يستخدمها استخدام خاطئ. اي صحيح. حتى خاصه مع الحزام. اي الحزام ما يعرفون يحطونه، فيصير الحزام مثلا هني لانه مو راكب الحزام. لما الواحد يستخدم مع الحزام، الحزام لازم يدخل عند هذا الحد هني وبعدين مره ثانيه عند هذا الحد وينزل عند الحزام. صح. ولما يمر شوفي وايد ناس يركبونها ينسون يحطون هذه بالسياره. أيه. شنو اهميه هذه؟ أيه. هذه يسمونها رول كيج. فلما سمح الله صار في دعمه اوكي وانت ما كنتي اصلا مثبتتها صح لا قدر الله، سبحان الله، ولف الكرسي السياره ما راح يطق الارض. هذا راح يطق الارض، ما راح يحوش ويها الارض. صحيح. اذا كانت لا تقدرين تتخيلين شنو الدمج لا سمح الله حق الياهل. بالضبط. يمكن هذه الارشادات لابد تاخذونها بعين الاعتبار، ونتمنى ان شاء الله السلامه لكم
ولعيالكم يا رب العالمين. شكرا هبه، تسلمين، شرفتينا. انبغيت والله يحطون اخر صوره اللي فيها عيالي كلهم عشان ما يقولون انا اقول اني اركبهم وانا ما اركبهم. شوفي اخر صوره ان شاء الله تكون معنا احمد بسات. ايوه الله يحفظهم لك يا رب العالمين، واتمنى الكل ياخذ بهذه الرشادات. كشخه العيد، ما حد يقول شي كشخه العيد، حتى ان شاء الله تشوفينهم عريس وتشوفين نتيجه عروسه يا رب العالمين. شكرا لك وجودك معنا. مشكورين على حسن الاستضافه. حياك الله، والساعه المباركه عليكم بهذه الارشادات لسلامه عيالكم ووصولكم الى مقاصدكم سالمين. حياتك امانه. فاصل صغيرون ولادين، لا تبعدون.